اللي أعطى الأمر بهالعملية؟ أنا اللي أمرت، أنا اللي نفذت هاي العملية. مين أنت؟ أنا كارا. أنتوا ليش لابسين هيك؟ سيدي هيك الأوامر الأخيرة، بعد وثائق عملية الأهرام صار مطلوب من فريق الأرمجدون إنه ما يلبسوا البدلات أبداً غير بالعملية. مراد على مدار عمل عملته. كنت بتعرف إنه رح يروح لهنيك مشان أبوه وأمه، ورسمت الخطة على حسب هالشي، بس الواضح إنه مراد كان محضر لكم مفاجأة هنيك. ولما انهارت الدولة العثمانية البترول اللي كان على أراضيها ما توزع لكل الدول، توزع بس للشركات الأمريكية والإنجليزية. جيت بأمر من مستر كي، بدنا ناخد كارا وفريقه مشان نحقق معهم. هلأ السيد جاهد جاي لهون مشان يحقق مع كارا، ما فيني اسمح لكم تاخذوه. طيب اشرح الشيء للسيد كي بنفسه. شايفني ولد صغير؟ لو انه بدهم اياك عن جد لكانوا باقل من دقيقتين لقوك وخلصوا عليك، بس انت تابع لهم وبدك يعني صدق انه انت عم تحاربهم وهنن عم يحاربوك. بهي الحاله يا سيد عمر مشان شبابنا يستفادوا منك بدنا نصورك وانت عم تجود بعض الايات الكريمه. انا ما راح اسمح ابدا انه تستخدموا القران الكريم لأهدافكم الإرهابية، عم تفهم؟ وإذا بدكم اقتلوني هلأ. لا تقطع حديثنا هيك، أنا ما طلبت شي صعب، ليش لحتى تعصب؟ بنصحك إنك تفكر شوي. عمران ايه؟ بدي اقول لك شغله. ايه ماشي، اترك ايدي واحكيها اللي بدك تحكيه. قربت انتخابات الحكم. ايه الاولاد متين بيجي معك. اك ما عارف وانتبه يعمل شي حركه مجنونه، فما ماشي سيد عمران. نورا في شي تطورات؟ الزلمة بمكة مستخدم اسم صقر، بس بالعراق وبسوريا وبمصر وكتير أماكن تانية بالشرق الأوسط له أسماء مختلفة. أنا بدي أعرف هلأ وين موجود، قدرتوا تعرفوا هالشي؟ أنا بتوقع أنه ما طلع من السعودية يا سيد مراد. بالعكس تماما، شوفوا بأوروبا وبشكل خاص بريطانيا. متوقع أنه يكونوا هنن أخذوا بابا عمر لهنيك؟ لا يا عمران، بس لا أدر لا يبي، لازم وصل لهالزلمة. معنا المعلم بده يشوفك. شو عم تساوي انت؟ لوين بدك تروح؟ ما رح يسمحوا لك تطلع من المعسكر.
يسترجي حدا يفكر يوقف بوشي. في كتير حرس برا بعدين بيقتلوك. لك انا اللي بدي اقتلهم. اهدى وخليك عاقل. قبل ما انتقم لاخي ما رح اهدى ابدا. وانت شلون بدك تنتقم لاخوك؟ انا رح اقتل مراد. في طريقة احسن واسهل لتنتقم منه. ابوه موجود هون. افرح انه مراد صار يطلع بين الناس، بس شوفي شو صار فينا يا بنتي. الله يجازيهم هالمجرمين. بس انا متاكده باذن رب العالمين مراد رح يلاقي عمر، واثنيناتهم رح يرجعوا بخير وسلامه. انا كمان مآمنه بهالشي ماما. تيتا هي مشانك. يا روحي انا. يسلموا ايديك يا اميرتي الحلوه، بس انت احلى ورده بكل هالدنيا. ليلى بنتي، انتوا عم تديروا بالكم على الورود يلي ببيتي مو هيك؟ انا خبرت الشباب اللي هنيك، على اكيد عم يديروا بالهم عليهم. مع هيك انا برايي انه نروح على بيتي مو بيكون احسن؟ ماما ما بصير نطلع برات البيت هلا، مراد طلب منا نستنى لوقت ما يجي. بس إذا في شي ضروري بخبر الشباب يساووا. لا بنتي حبيبتي مو لهالدرجة هاي، بس اشتقت لبيتي. لو سمحتي ممكن ألعب باللابتوب تبعك؟ طبعا حبيبتي رح جيب لك يا. اشتقت لك كثير يا قلبي. ام جي معاك السيرفيس لو بلوز افيكاس. كل يوم نحسنوا ونقدموا ونجدوا على خاطركم. ما عليكم كان تكلمونا على 31 31 80 80 واحنا نلقاو لكم الحل في اقل من 24 ساعه. لو سيرفيس ام جي معاك 4 سنين في خدمتكم و 100% على ذمتكم. ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. هي
11 ايلول 2001 الهجوم على مركز التجارة العالمي، وبعد الهجوم على العراق يلي صار بال 2003 وقت تركيا رفضت طلب امريكا بالمجلس وصارت عمليات اعدام مسلمة، وبأربعة تموز 2003 القوات الأمريكية اعتقلت مجموعة من العساكر الأتراك بشمال العراق. 4 تموز هو نفس التاريخ يلي أمريكا أعلنت فيه استقلال عن بريطانيا. 19 و20 تشرين الثاني في كنيستين والبنك البريطاني والقنصلية البريطانية تفجروا، وبعثت رسالة عن طريق تركيا لإسرائيل وبريطانيا. الموصل وكركوك صاروا بيد أمريكا، وبال 2007 مع أنه أمريكا رفضت بس المجلس سمح لتركيا أنه تتحرك تحركات برات الحدود، وبعد منها نفذوا عملية موجهة للجيش التركي. كانون الأول 2011 أمريكا سحبت كل قواتها من العراق. طيب شو تركت وراها هني؟ ما بتقول ابدا انه انت ابن شوارع، وكانك على طول بتاكل بالمطاعم. انت شو بدك مني؟ اللي مين انت؟ مثل ما شفت عازف بالشوارع. اللي شو بدك مني؟ رح قلك اياها بوضوح يا عازف الشوارع. شفتك كيف عم تقاتل، فيك تستخدم قبضه ايدك وتكسب مصاري اكثر من العازف بالشوارع. بدي تقاتل لحسابي بالحلبة. متأكد انه هون يا ميران؟ والله خالتي هي خبرتني. طيب انت حكيت معه شي؟ تليفونه مسكر، يمكن متخانق مع خالتي. اخي ميران؟ اتصلوا فيني وخبروني انك جاي لهون. اهلا وسهلا. كيفك ابن خالتي؟ نشكر الله ومنحمده لساتنا عايشين. هالشاب غريب شي؟ لا، من البحر الاسود. اهلين وسهلين فيك يا اخي. ستار اغا وينه؟ تفضل اخي. يا أغا، يا أغا، ستار أغا. شو في ولك؟ ليش عم تعيط فوق راسي؟ في عندك ضيوف يا أغا. ما تحكي هيك من الأول. يا حبيبي ميران هون. أهلين وسهلين فيك ميران. كيفك يا أغا؟ الحمد لله منيح. هذا بوسات ابن شاكر. أهلين فيك يا بوسات. على راسي. نحن ما عرفنا قيمة بلدنا أبدا، فهمتوا؟ أي حدا هنيك بخالف القانون أكتر شي ممكن يحبسوه، بس هون لا، هون أي غلطة بيخلوك تنظف المكان. ليكونوا عم يزعجوك يا أغا. وليش لحتى يزعجوني؟ طول الوقت نايم بهالغرفة. طيب هي مو عقوبة؟ لا، العقوبة بهالمكان هي الكاميرات، بس الله يسلمه موزيك عم يزبط لي كل شيء. أنا بنام وبرتاح هون منيح. شو ما في كاميرات هون؟ نهاية طريق هالغرفة بيوصل للآخرة. لما بتنام هون بتشوف شريط حياتك. وهذا الكفن الأبيض. ايه،
نقول انه انا غلطت وارتكبت ذنب واجيت على هالمكان، بس انتو ليش اجيتوا؟ نحن قاصدينك بخدمة يا آغا. ايه اذا بيطلع بايدي ساويها تكرموا. لازم لاقي اورديناريوس. اورديناريوس؟ ليش يا ترى؟ بدي اخده على تركيا. تمام، الظاهر انه رجال كتير محظوظ. انت بدك تاخده على تركيا؟ طيب ليش ما بتعزموني لهني؟ ممكن تفهموني؟ انت بس قول انك حابب تجي. طلعت. القائد ناداله. أنا بوصل الأكل، ممنوع تفوت لهون. مين قال هالشي؟ القائد صقر. هات لشوف. شو سويتوا بآخر شباب جبتوهن على هذا المعسكر؟ عم تسأل عن رجال مراد على مدار مو هيك؟ برأيي هلأ لا تعب حالك ولا تفكر بأي حدا تاني أبدا. الخليفة حكالي عن الحديث اللي صار بيناتكم. حضرته مو متأمل منك شي. قال بتكون خسارة إذا ما سويت اللي طلبه منك. الحقيقة إذا الخليفة عطى القرار وقتها ما بعرف كيف بدي أحميك أنت ورجال ابنك مراد. اسمع، هون في قرايبين المجاهدين اللي مراد على مدار موتهم واستشهدوا. يعني بتسمي اللي كانوا رح يفجروا بمكة شهداء مو هيك؟ على كل أنت هلأ قول وارتاح منيح وفكر شوي بالكلام اللي حكيناه. بكرة رح يكون في عنا شغل كتير. أستغفر الله. يا شباب، جايبين العم عمر لهون، نحن واجبنا نخلصوا منهم بأي طريقة. رفع سامي. حقونا وينك يا حارق؟ لازم بده رفع سامي. لازمنا دكتور. افتحوا الباب بسرعه. افتحوا الباب. لازم بده رفع سامي. نحن لازمنا دكتور بسرعه. شو عم يصير هون؟ انت منين؟ ليش عم تصرخوا؟ لازم بده رفع. عم يموت. تحمل شوي. هاد بدي اعايش. يلا خدوه. ما رح خلي هاي الحية معك. شو صاير معه؟ أرسطو حي وما لازم يموت.
ما فيك أي شيء، ليش سويت هالتمثيلية؟ كان لازم تكون أذكى من هيك. يا كارا، إذا ما استسلمت وقت رجالك رح يموت واحد واحد. الراية السوداء عملوا مشكلة بالمعسكر. أكيد مالك متوقع إنه يعدوا عاقلين. هدول الرجال متدربين على الموت. قال هني حاولوا يهربوا. صقر لحقهم بآخر لحظة. بوجود أبوه لمراد على مدار هنيك. ما فينا نخاطر أكثر من هيك. لازم نتحرك بسرعة يا براندون. طالما بدهم يهربوا خلينا نفتح له المجال. وبعدين بنتفرج على اللي رح يصير. بس أنا ما بدي أتفرج على هالشي من بعيد. ما توقع هالشي. فيك تروح هلأ وتقضي شوية وقت حلو. بتمنى تنبسط. أمون طلع من تركيا شي؟ هلأ لازم أعرف شو حكى مع مراد على مدار. الشعب العراقي كان واقف ضد النظام وضد الاحتلال الأمريكي، والهدف
تنظيم دولة حرة. الوضع كان واضح، القوات المحتلة ما كان بدها بالمنطقة يكون في أي حرية أو يهدأ الوضع الأمني. لهيك شو عملوا؟ اختاروا مجموعة من المتشددين، وطبعا هالمجموعة صارت تكبر أكثر. صادق البريطاني دعا لخلافة جديدة ودولة جديدة. هاي الدولة وهاي الخلافة تحت سيطرة مين يا ترى؟ سمعت انك رح ترجع على اسطنبول. انت بتعرف اني بحب اسطنبول. ايه بعرف. بتذكر مرة بالدرس انت شبهت اسطنبول بصبية حلوة كتير. شايف هالشي على ابراسك؟ وانا بالحقيقة يا هنري مو مستغرب ابدا، مع انه لسه في كتير قصص احكي لك ياها عن تاريخ اسطنبول يلي هي جذابة كتير. الحقيقة انا سمعت منك كتير عن التاريخ. بدك ما تواخذني بس داخل إيه يا بروفيسور مارتي، أنا ما عاد بدي أقرأ عن التاريخ، أنا بدي أكتب التاريخ. يعني بدك تساوي هذا الشيء وإنت قاعد يا أمير هنري؟ لا، رح بلش من غزة، رح روح لهنيك مع فرقة للأمم المتحدة. وحسب خبرتي بهالحياة بحذرك من الشيء اللي بدك تساوي. صدقني السفرة لهنيك ما بتشبه أبدا السفرات يلي عملتها من قبل. هذيك المنطقة حساسة كتير وهي خطيرة كتير. إذا بلشت من هنيك أنا بدي بلش من المكان يلي التاريخ بلش فيه. يلي بلش التاريخ كان راعي، العذاب يلي تحمله هو يلي عمل منه ملك. وأنا كوني أمير وبحب المساعدة، إذا بمسح على راس الأولاد الأبرياء هنيك ممكن يتقبلوني مثل راعي الغنم كمان. بدي ساوي كمان. يا ويلي هلأ ستك نازك بتفيق. هي عمتك صفية. ألو صفية، مرحبا ليلى، كيفك؟ أنا كتير قلقانة عليكي، ليش ما عم تتصلي؟ أنا ما حسنت يا ليلى، الوضع بهالمكان كتير سيء لدرجة إنه الإنسان بينسى حاله. طيب أنتي منيحة؟ إيه منيحة. أنا كتير اشتقت لرهف وحبيت أسمع صوتها. إذا هي جنبك ممكن أحكي معها؟ طيب لحظة لشوفها. صفية، إليف قالت إنها نايمة. تمام، فهمت. يعني لساتة زعلانة مني. خلص مو مشكلة، بحكي معها بعدين. يلا منحكي يا روح. مع السلامة. أنتي عم تظلميها لعمتك. مو هي قالت لي إنه ما رح تتركني وتروح؟ بس نحن حكينا بهالموضوع حبيبتي، بعد فترة رح تجي. وبركي ما أجيت؟ Thank you.
تفضل سيد فهمي. تعال اقعد حقي. تفضل. وهلا احكي لي لشوف، حادث ابني كيف صار بالضبط؟ كان راجع من لندن من جديد. بالاول كان يقضي اغلب وقته مع اخوه بالبيت، وبعدين رفقاته القديمين سمعوا انه رجع، وهيك هو صار يطلع معهم. طب وابي ما شافه ابدا؟ كمل يا حقي. سيد وهاب وقتها كان كتير تعبان. حقي قلت لك كمل. ابنك وقتها رجع لسباقات المطورات مع رفقاته مرة تانية، وبليلة فات توازنه على الموتور بطريق الساحل، وفات بالمنصفة اللي هنيك، وبعدين وقع بالبحر. طيب اللي كان في معه حدا وقتها؟ هو كان عم يسوق بسرعة، وكل رفقاته كانوا ماشيين وراه، ولا حدا منهم شافه. وبعدين شو صار؟ دورنا عليه بس للأسف ما درنا لاقي. ومشان هذا الحادث ما يتحول لخبر إعلامي بغيابك، ما جبنا السيرة لأي حدا، والكل مفكرين إنه ابنك مثل حكايتك طلع بجولة بحرية بالباخرة. يلي صار ما نو حادث يا حقي، على الأكيد في حدا قتل ابني. لا يكون إلك إيد بهالقصة. أنا متفاهم وجعك عليه، بس ما بقبل إنك تتهمني هيك اتهام يا فهمي بيك. بترجعك لا تواخذني، أنا مضطر أسأل هذا السؤال، ما فيني أبدا خليه جواتي. فهمي بيك، إذا ما بدك أي شيء تاني مني أنا بدي أروح. فهمي بيك عم يسمع موسيقى. بترجعك سامحني يا ابني.
على ايدي اليمين بالشورت الازرق كوبرا نانكا. عازف شوارع قال كوبرا خليك على عزف المسيس وانت استنى انت اشيت على المكان الغلط كوبرا كوبرا رح يكسر تأخرت كتير يلا يلا يا حقا بلش المباراة يلا شو عم تستنى يلا يلا كوبرا اخي بلش أربعة خمسة ستة